شو ها؟ نو نو نو. رودي 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 ولك ما شميتك والله حاسه الشم اللي عندك طبيعي يا عم على الصيد عم روح على الصيد اللي حاسه الشم عندي رودي شو الاخبار ليه مدبرس ليه تعبان ليه موتر ليه مش انت ليه مش عبعدك اكيد بتعصب اكيد بتعصب خفيف شو في رودي انا بحسك عارف انت عايش بكوكب لحالك لك يا زلمة اكيد بتعصب مش عم تسمع الاخبار والقرف والتوتر وبهالبلد صح شو في رودي شو في كل الناس عم يقولوا في حرب اهليه قريبا في حرب يا رودي بس مش اهليه عن جد حرب شو خفيف في حرب اهشه بي يا لطيف كبير كثير يا رودي الله يستر والله العظيم شو هي شو نوعيه هالحرب ها شو هي ما قلت لي اهليه اهشه بي ليش بدك اذا بدك لحم مفرومه بكتب على الكلام قلت له المخرج بيكتب معكم بديش ولا ليره شو قال لك قال لك رودي كوميديا بدمي الكوميديا شو بدي اعمل من مين سمعت هلا خبرني من مين سمعت كنت عم بسمع نوفل ضو هلا عم بحلل قال ادمين على مرحله كثير صعبه ما اكيد بدي واترك نوفل ضو ما هي ستيلو نوفل ضو بتوتير انا ما بسمع بطلت اسمع هلا عم بسمع افتر كامينج عتمه سبحان خلق يا رودي سبحان العاطي يا زلمه محلل اجنبي شو هالمحلل اللي حضرناه على الجزيره صرنا نرجف اخبار وبيخبرك من هون وبيخبرك ومعلومات من هون بجيب لك معلومات من هون افتر كامينج عتمه شو هالزلمه يا لطيف شو جنسيته هذا لبناني شو هالعائله افتر كامينج عتمه انت مين بتسمع ناو فل ضو افتر كامينج عتمي ناو فل ضو افتر كامينج لعب على الكلام ورد هيك هي بلعب على ثلاث كلمات انا كل ما عم بلحق عليه كان بكتب زجاجه انه المخرج عم بكتب زجاجه لا صراحه بقول لك مين بكتب انا مين بسمع له مين علي بزين ايه رائع علي بزين هو بالتحديد الله يطول عمره بس معلش جرسنا اسمه علي بزه مش بزين لا علي بزين انا بسمع علي بزين بتعبرني علي بزه اسمه يا حبيبي شو بك يا رودي انت بتكتب بزي بشو بالدال ولا بالزين بالزين صلي حقي رودي انا صلي حقي رودي قبل ما تموت اسمع اخر خبريه بدي اسالك سؤال قد ايه عمر مريم نور شو بعرفني انا ناس قد ايه عمري قد ايه عمر مريم نور شو بعرفني ولا انا بعرف ولا هي بتعرف رودي ما هي ابصر من وين جاي يا رودي لا عندها رزنامه لا عندها وقت تاكل هوا ابصر شو بتعمل بتطير مريم نور لك وين ما رأيت هلا قطع رودي اكلك بتبيخ ايام وبعمل كوميديا قالوا للمخرج بديش منكم ولا ليره لعب على الكلام ونفذ طريفه رودي